هذا هو تفسير الآية الكريمة: حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول الله تعالى في الآية 40 من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. ويتساءل الكثير من المسلمين عن معنى آية يلج الجمل في سم الخياط. هناك اختلاف بين علماء التفسير في معنى آية يلج الجمل في سم الخياط، ويتمثل هذا الخلاف حول معنى الجمل، وذلك بحسب قراءته. فقد قرأ بعض العلماء الجمل بفتح الجيم والميم الجمل، والمقصود به زوج الناقة، وهو المعنى الأشهر، بينما قرأ آخرون الجمل بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة الجمل، وكما قرأ البعض الجمل بضم الجيم وتسكين الميم ويراد به الحبل الثخين الجمل. يميل الكثير من المفسرين إلى القراءة الثانية والتي هي الأقرب، أي وذلك لما في الحبل الثخين والخيط المذكور في الآية من تقارب، حيث أن الحبل الثخين يستحيل أن يدخل في سم الخياط، وقد قال تعالى: وكذلك نجزي المجرمين، أي أن هذا الجزاء للمجرمين وهم أنفسهم الكافرون، وذلك لإنكارهم لآيات الله تعالى وتكذيبهم بالدلائل الكونية واستكبارهم في الأرض. ذكر في التفسير الكبير في تأويل قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي الذين كذبوا بالآيات والدلائل التي تؤكد على وحدانية الله تعالى وألوهيته وما شرعه من أصول الدين، فكل فئة من هذه الفئات الكافرة تنكر قضية من أصول الدين، ويجتمعون في الاتصاف بالاستكبار الذي هو تغطرس وترفع عن الحق. من اللطائف القرآنية أن لفظ التكبر عندما يأتي في وصف البشر فإنه من الأوصاف الذميمة، فقد اتصف فرعون بالاستكبار في قوله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، بينما اتصاف الله بالتكبر يكون على سبيل المدح، وذلك لأنه تكبر عن صفات المخلوقات فلا يلحقه نقص، وتكبر بربوبيته فلا شيء مثله. في قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، خلاف بين العلماء، حيث قالوا: لا تفتح لأعمالهم ولا لأقوالهم ولا لما قدموه من طاعات، بينما فسر البعض الآية على أنهم لن يصلوا إلى السماء ولن تفتح لهم أبواب السماء حتى لا يدخلوا الجنة، كما قيل أيضا: لا تفتح لهم أبواب السماء فلا تنزل عليهم الخيرات. قال تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ويراد بذلك أن الذين ترفعوا عن الإيمان بآيات الله ورسله وشرائعه ليس لهم أن يدخلوا الجنة ولا أن يشموا رائحتها حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا من المستحيل عقلا طبعا، وذلك لأن الله أعد الجنة لعباده الأخيار الأطهار، وليس المستكبرين عن الحق والمنحرفين عنه إلى الباطل والضلال.